شخصية كويتية بارزة دخلت قلوبنا وكل بيت كويتي بطريقة جدا جميلة وراقية، أمانة ابتسامتها ما تفارقة، يكفي جمال الكلمة اللي وقع عليها بالنهاية شاعر الأسرة الحاكمة دعي الخليفة. يا مرحبا فيك. هلا طال عمرك، يعطيك العافية. احنا سعيدين بتواجدك. كل عام وانتم بخير. لا لا عاطفي. فيكم انا اكتفي. صراحة طبعا اتشرف اكون فيكم معاكم في غبقة في زون دولة الكويت الحبيبة، نتشرف انها تكون دائما رائدة على مستوى الخليج وعلى مستوى الوطن العربي، يعني زون الكويت دائما غير على مدار السنة وشهر رمضان يجمعنا، فالحمد لله زون الكويت اثبت جدارته في البرامج الدينية والثقافية والإعلامية والمسلسلات، وهذا شيء مغرب علي اختصاصه في محمد. طلتكم من خلاله هذا بحد ذاته فخر حق كل الكويت. أكيد، وأنا يمكن حصة شفتها يا أخوي محمد، اللزمة اللي عملناها أنا وأخوي عبد السلام الزايد اللي هي فلاش، اللي هي تزول كويتنا يجمعنا ويجمعنا عن طريق المسلسلات والبرامج، والحمد لله حصلت على عدة متابعات في اليوتيوب وغيرها من ال... ما شاء الله شيخ دعيج، تقبل طاعتك أول شيء. الله يحفظك. وأنت حقيقة فخر لكل كويتي، خصوصا قدمت الكلمة اللطيفة والحلوة، الكلمة الكويتية، هذا شيء نعتز فيه، ونشكرك على تواجدك معنا في هذه الغبقة الحلوة الخفيفة. لكن ما شاء الله نشط مواقع التواصل الاجتماعي، نشيط ما شاء الله، في الزوارة نشيط، تواصل مع العالم، شو نصير هالنشاط الشيخ؟ لأن أنت عارف يعني تعلمنا هذا من يد رحمة الله عليه الشيخ جابر الأحمد أمير القلوب، إنه كان يحب يلفلف للدواوين، مجابل الناس، نقابلهم، وقائد إنسانية، قائد عمل إنساني، الحمد لله ضيوفة يوميا عندنا بقصر الأسمان، نستقبلهم ونرحب فيهم، هذا شيء جميل نتوارثه عبر الأجيال عبر الأجداد، فهذا اللي خلانا نشطاء سواء على المستوى الاجتماعي أو الفني أو الثقافي. يمكن أنا قبل أجيكم كنت مشارك في تكريم أحد البنات الدكاترة، خرجتها قبل 7 سنين من ثانوية، واليوم أخذ الدكتوراه، وهم رحت أنا وكرمتها. ما شاء الله. وكان معي الأستاذ الوكيل يوسف مصطفى وغيرنا من ما شاء الله تبارك الرحمن. محبة الناس هذه من الله، ما حد يقدر يكون وسيط يخلي هذا الموضوع، أو ما تقدر تفتح قلوب الناس وتحط نفسك فيها، فهذا الشيء من الله. تواصلك معهم فتح باب وايد كبير لعلاقة، يمكن يقولون إن في وايد ناس تحس إنها تربطك ما بينهم علاقة لمجرد إنك أنت شفتهم من أول مرة. أكيد. أو شفت التقيت فيهم من مرة، هذه الأشياء وهذه المجاملات، شو أنت قادر تواكب هذا الحب بالعطاء، يعني عطاء مقابل عطاء؟ لأن الشغلة أختي حصة إن في ناس جاذبية، يعني محبة بالقلوب، يعني يمكن يوم كان عند سيدي صاحب السمو قيادات الجيش كلها من وزير الدفاع إلى لواءات وقيادات الجيش، فأكثر ربعي شافوا خافوا، أنا حسيت براحة نفسية، قعدت أصور وياهم وأضحك وياهم، ناخذ حوارات عن الجيش وشون الجيش، رغم أن العمل عملي، عمل دبلوماسي بعيد عن الأشياء هذه، لكن في يصير تجارب من مهما كان الإنسان قوته، في عاطفة، في قلب محب للخير، محب لفعل الخير، وهذا الشيء يقولون فاقد الشيء لا يعطي إلا إذا كان هو أساساً فيه. أكيد. فأكيد هالحب هذا لازم يكون متبادل. يمكن الشغل اللي صارت خاصة الوسط اللي أنا عايش فيه، يمكن أنا ولد بين 4 خوات، فهذا يمكن صرت سيد بينهم بين خواتي، فلقيت الدلع فيهم، يعني أنا الوحيد اللي اتجهت إلى العمل الحكومي، خواتي كلهم بالتجارة، هذا الشيء ساعدني. الشيء الثاني أني أنا عندي 3 بنات وولد، فعايش بين كل أسرة فيها العاطفة أكثر، البنت دلوعت أبوها، عشان كذي أنت لاجئ عاطفي. حب الناس اكتفي. أكيد. الله يخليك شيخ. ما شاء الله في شيء يمكن ما يعرف المشاهدين، أنك داعم أول ورئيسي لكل إعلاميين الشباب، خصوصا أنا التقيت أو جمعتنا الصدفة في إحدى مطارات الدول الخليجية، وحقيقة حصة ما صدقين نطرني وأخذني وياه بسيارته وبعتنا هناك ليه ما وصلنا الأوتيل مالي. أكيد. فهذا شيء يمكن الجمهور يجهله أو شيء ثاني. أنا بوخرك شوي عندنا لأن المحاور عندنا وايد، لكن برمضان شنو تأكل شيخ محافظ على صحتك؟ لا، الشغلة الوحيدة اللي أشوفها طول 11 شهر الهريس، ما أبلعها، بس برمضان أختي حصة أخوي محمد هذه الوجبة الأساسية رئيسية، أي أصد عنها طول 11 شهر في الشهر رمضان، سبحان الله بعد الشوربة والتمر وصلاة المغرب أطير على الهريس على طول. يعني أساس. طول يعني شهر رمضان يذكرك بالهريس. بس يعني شيء هريس، هذا الشيء الأكلة برمضان اللي قلبي يفز لها. مو التشريبة يعني. لا لا، الهريس. الهريس. إيه، تشريبة أنا فيها لوية.
فيها القرع وفيها البطاط وفيها اللحم وش يعني الهريس هي وفوقها عرفتي حلو شيخ دعيش تمارس رياضة عندك وقت تمارس رياضة أنا أشقي تبي أشقي رياضة وكرة القدم أنا كل أربعة أنا يعني كابتن فريق منتخب وزارة الخارجية وكابتن فريق الأسرة فكل أربعة مباري جاليات سواء الجالية المصرية الأردنية اللبنانية فهذا شيء تواصل يعني هتفوزون ولا شيء والله مرة ومرة يعني ما هذه الكرة بقى هذه الكرة لا أبو خسارة يمكن أنا بتطرق حق موضوع وايد مهم يمكن كونك أنت تحب الناس وما تحب تزعلهم وايد ودائما تحب تراضيهم وأمانة يمكن قلت لك بعيد عن المجاملات لكن انت شلون قادر انك ما تزعل الكل شلون الشرهات شلون تقبلها شلون يعني مثلا احد زعل شلون قاعد تراضيه يعني والله. اكيد انت طول الشهر الحين معارض غير المعارض انك انت بعد التزاماتك تخريجات خرجت 75 مدرسه هالسنه 75 سنه واحده سنه ما شاء الله الله يزيدك من متوسطه ثانويه وجامعه يعني وهذا شيء سعيد لما اللي شفته اليوم اختي حصه واخوي محمد ساعدني ان واحده خرجت من 7 سنين قاعده توري صورتها وهي بالثانويه ما شاء الله واليوم صور فيها وهي دكتوره صارت دكتوره الله يوفقها ان شاء الله فهذا شيء جيل سبحان الله فهذا هو جيل المستقبل جيل اللي يحمل الرساله الساميه دائما يتميز الشيخ دعيج انه يكون له دور مجتمعي تحرص على هذه الرساله اكيد لان اعمال خيريه قاعده امير القلوب قالها نحن زائلون والكويت باقيه الكويت والخليج وتلاحم الوطن العربي هذا اللي راح يبقى إن شاء الله لازم واحد يقدم صورة حسنة عن وطنه يكون سفير لبلده يكون إعلامي ناجح في محبة الناس يعني ما يكون أنه قدام الكاميرا هو صورة وبرة صورة ثانية فأنا مشكلتي هالشغلة يعني حتى بالأفلام دمعتي بسرعة تنزل يعني عندي أحد أصدقائي ولد الفنانة مريم الغضبان صار له 6 أشهر رايح علاج ويا أبوه المخرج مكي القلاف فدزلي غنية أمس أن أنا بديرة وأنت بديرة ومشتاق لك حيل أمس طول الليل بكي أسمع الأغنية 5 دقائق وبكي وهاي قالوا لي خواتي وزوجتي لمتى هالحالة خلاص يبا سمعت الأغنية مرة قال لك وكلها أسبوعين بيرجع نص يعني نص واحد أو رسالة ممكن تبكي شيخ دعيج على طول بدون مقدمات ما عندي يعني ما عندي حلو. على طول سواء فيلم موقف اي شيء انا شفتك فيه. مره تابعنا احنا في المطار كنا في قاعه البي اي بي كان في مباراه بين المنتخبين الخليجيين فردت فعلك كامل دائما اكيد تعيش اللحظه بنفسك اكيد احنا بناخذك من الشيخ دعيج ونروح حق لاجئ عاطفي دائما تتميز في كتابه الاعمال الدراميه وودي سؤال ببالي شنو اكثر عمل قدمته او نص من خلال الاعمال الدراميه وصلت للناس بشكل اكثر تترات المسلسلات وايد يعني انا بديت اختي حصه اخوي محمد من زول الكويت كان سليمان الطيب كان كوميدي يعني كان اول كتابه للاستاذه حياه الفهد سيد الشاشه الله يذكره بالخير امي الغاليه فكان البدايه في كوميدي عملت مقدمه مسلسل 93 كان عمري 21 سنه ما شاء الله فمن 93 ل 2005 يعني اكثر من 70 مقدمه مسلسل فكل مسلسل له جوه يعني حتى الحين عندي مسلسل اكيد في عمل غير متميز عندك في ذاكرتك تقول هذه من الاعمال اللي كمقدمه وايد يعني كمقدمه يمكن المسلسل اللي هو عديل الروح اي اللي غناه الاستاذ خالد سليم يعني الناس شو من عديل الروح هل هو الماي هو الصديق الناس تشتاق بقدر ما تحمله النفوس لنوال الكويتيه اللي انا كتبتها ولحنتها لانه كان وايد حلو المسلسل الكلام واللحن يعني حتى يوم مر كان ايامها اختي حصه نوكيا فشريت التلفون لقيت من ضمن الظنات اللي تحطها بالتلفون تحطينها بالتلفون ظنت موسيقى غرمة تحمل النفوس فاستانست يعني انها وصلت فهذا شيء جميل امانه ويذكرها جيل يعني خلصت المسلسل وانتهت وما زالت الكلمات تكتب كستيتس ولا تحطها تحت يعني الكلمة فيها حكمة فيها عبرة فيها فيها معنى سامي راقي يرتقي لكل جيل أكيد يمكن يعني حين في مسلسل إن شاء الله غريب راح ينعرض على تلفزيون الكويت والمحطات الثانية هو مسلسلين يعني صدق مسلسل جدا اختصاص أخوي محمد جدا تعبت ويا المخرجة الله يذكرها بالخير ويحفظها يعني. لا مو أسرع لأن أول مرة الأمانة تخرج مسلسل اللي هو حرب القلوب لنهلة الفهد نهلة الفهد أفضل مخرجة خليجية فيديو كليب أمانة بالإمارات فلأول مرة تخرج مسلسل درامي من 30 حلقة فالمقدمة يمكن طلعت عيني
كتابة غير يعني سوت لأول مرة تسوي مقدمة فيديو كليب. يعني إن شاء الله راح نعرض بعد شهر رمضان راح يبهر الناس المقدمة. شغلة جديدة. شيء جديد. أمانة نحن مبدعة يعني دائما لما تسوي شيء حريصة تلقاها. أيوة تحية لها وكل عام وهي بخير. متعبة شوي؟ متعبة بس على نجاح. يعني لما شفت العمل قمت أسمع الأغنية أحس بمتعة. زين ما تلاحظ الناس اللي دائما كذي ناجحين الشغل معاهم متعب يكون؟ يعني دقيقين لهم رايهم لهم افكارهم. انا احب الوحده او الواحد اللي خاف على اسمه هي لان اول مره داشه هالمجال مجال الاخراج الدرامي فخايف على عملها. تركز على الصوره تركز على الكلام تركز على الحرف فهذا شيء صج تعبتنا. يعني مقدمه اول مقدمه تاخذ شهر لما اقتنعت بالكامل وكانت تزرق الكويت ساعتين تسمع وترد الامارات مره ثانيه عشان مقدمه ما شاء الله يعطيها الف عافيه. خلصنا منها الحمد لله والحين في مسلسل ان شاء الله راح يبتش الناس اسمه حريم أبوي. بعد يبتش الناس؟ لا يعني قصة جدا مؤثرة إن واحد متزوج أربعة وفجأة يختفي عنهم فش يصير بالحريم اللي عندهم 11 شاهد؟ طفشوا؟ أكيد طفشوا عنده 11 شاهد ما شاء الله أربع حريم يعيشون في بيت واحد واللي راح تقنيه إن شاء الله اسمع المنور هذا حصري حقكم إن شاء الله يعني إن شاء الله راح يعجب الجمهور. حلو. إن شاء الله شيخ يعني وصلتنا أسئلة دائما إن الشاعر او الشيخ دعيش الخليفه لاج العاطفي كلماته يعني توصل للعالم ولا جمهور في الشعر ما نشوفك تشارك في امسيات شعريه اصبوحات ولا انت مبتعد؟ انا مو لعبتي الامسيات وهاي مو لعبتي صراحه يعني صارت الامانه مع احترامي لهم هذا مكانتهم ولهم فصارت في الاوان الاخيره صارت فزعه صح اي مو امسيه الامانه صارت فزعه بالعكس الواحد يدق على ربعه يب اي بالعكس رغم ان لها جمهورها قبل لها تاريخ لكن هذا مو ملعبي يعني كل واحد يلعب ملعب يقدر عليه يعني يبرز موهبته فيه. اذا نتكلم عن ما شاء الله مهرجانك السنوي اللي كل رمضان تكرم نخبه من البرامج من الممثلين من هذه اكيد التكريم هذا كل سنه الناس ما شاء الله صارت تنطره صح طبعا وصارت مسؤوليه على عاتقك انه يكون من سنه لسنه يكون في مصداقيه اكثر وفي ناس تنجح وانت يعني اهم مسؤوليه على عاتقك انك تقدرها وتظهر بالصوره ودائما لانك انت تشجع هذه الشباب اللي طالعين يدد فانت راح تكون بهالفتره على طول الوقت قاعد تزحف على اعصابي صح على اعصابي على اعصابي بعد يعني انا ودي فيها يعني يمكن اخر المهرجان السابع السنه اللي طافت كرمنا رحمه الله عليه احمد صالح وما تعرف ايش كثر فرحته يعني يوم كنت انزل الستيج يعني ما في دعاء الحمد لله دعاني إن كرمتوني وأنا يعني الحمد لله على قيد الحياة الله يرحمه فهالسنة إن شاء الله راح نكرم فنانة الأطفال وفنانة الكبار هدى حسين اللي لها عمل جدا جميل في رمضان على تلفزيون دولة الحبيبة الكويت كذلك سوف يتم تكريم من مصر سمية الخشاب على مسلسلها مع عفيف عبدو اي فيعني التكريم ابو سلام الزايد كمطرب يعني كويتي صاعد دخل بر من برا الكويت كانت مثل مهرجان كان كويتي خليجي عربي يعني. فهذا الطموح يكون فيه امانه الحين الناس حتى برا قاموا يسمعون عن هالمهرجان اكيد يعني الحين عاملين ثلاث مهرجانات مميزون في رمضان كذلك عندنا اجمل ابتسامه مهرجان غير وكذلك مهرجان مميزون في العيد التكريم للمسرحيين كل ما يكبر كل ما يصعب وايد صح؟ اي اكيد بس لا كل واحد له ستايله كل واحد له شيء بس يعني ما نخلطهم مع بعض المهرجان الجميل اللي واصلنا احنا اللي المميزون اللي في شهر رمضان متى راح يكون ان شاء الله؟ ان شاء الله يوم الاحد الجاي يوم الاحد الجاي 25 ان شاء الله حلو بس في من ناحيه التكريم في تكريم لفنان في تكريم لاعلامي في تكريم لكل مجال المجالات فهذا شيء الخلطه الجميله هذه حلوه اللي تميزتوا فيها حقيقه اكيد لازم لانها تشجيع يعني انا حسيت بقصه يعني متى حسيت فيها اختي حصه واخوي محمد وفاة والدي رحمة الله عليه اللي عمل أكثر من 2000 أغنية والحين أغنية موجودة اللي هي يا كويت عزك عزنا يا حلا اسم في قلوبنا تغنى رد الزيارة وايد حبايب أغاني كثيرة فلما صورة وزارة الإعلام كثر الله خير مع المجلس الوطني ليلك وفاء وأنا قاعد أقول كل حزيت بقصة كان ودي يتكرم وهو على قيد الحياة صح فهذه جت الفكرة أنه لازم يتكرم الفنان وهو حي حتى لو ما يكون مادي يكون معنوي أنه يحس أنه فخر انه تم تكريمه، اذا تم تكريمه ماديا اوكي خذ اجره راح يطير بسوق مع عياله مع اي شيء، بس التكريم المعنوي راح يكون مثل بصمه له في حياته، يعني انا عده منتجين زرتهم عده فنانين لقيت الشعار او الجائزه اللي خذاها معلقها عنده
هذا شيء جميل. أنا لحي موجودة ما لنا الشرف لي الشرف خاصة. أنا خاصة لما يكون عيال ديرتي وعيال خليجنا خليجنا العربي الحبيب سواء السعودية الإمارات قطر عمان البحرين الواحد يفرح أن يتكرمون خاصة إن وعلى فكرة يمكن أنا أول تكريم خذيته كان منك تستاهلين يعني. وأنت اللي يعني عززت فيني هذا الشيء وأمانة كلمة أقولها قدام كل المشاهدين اللي قاعد يتابعنا أول تكريم كرمني يا شيخ دعي وما زال موجود وما زلت فخورة فيه لهذا اليوم. فعلا أنت إعلامية كويتي واجد تفتخر فيه للأمانة يعني حتى وأنا قبل أدش عليك لما أقول لهم كنت في الخرجات كنت أقول لهم أنا راح أطلع مع الأستاذة خاصة الأستاذ محمد والله يعني الأمانة في غيابكم الكل شاد فيكم شاد ببرامجكم قسم بالله يعني فعلا تركتوا بصمة جميلة في هذا الشهر يعني يمكن اليوم احنا في 19 رمضان لكن تركتوا بصمة الكل حابها الحمد لله يعني وهذا شيء يعني مثل ما قلتي تقدرين تاخذين بعير تودينا حق نهر بس ما تقدر تجبرين انه يشرب صح اكيد هذا الجمهور صحيح اذا تفضى عليه شيء جمهور خطير اكيد يعني حتى باي شيء خاصه الكويتي خاصه الكويتي يعني انا عامل ان شاء الله اغاني خمس مسرحيات ما شاء الله اطفال وثلاثة كبار كل واحده لها جمهورها حلو والحمد لله يعني كل واحده لها سياستها يمكن اخر مسرحيه انجازت لي اللي هي هذا هو الكويتي ركزنا فيها على نبذ الأنف، نبذ الطائفية، الوحدة الوطنية، فهذا مو غريبة علينا اللي صار. أكيد. فالحمد لله يعني كلنا إيد واحدة متماسكين من 300 سنة، وهذا هو الكويتي. ها حلو. طبعاً ذكرت كلام جميل عن زميلتي حصة، هي زميلة بمثابة الأستاذة. والنعم. حقيقة لأنها. تستاهلين. لا كبيرة على الأستاذة مرة واحدة لكن. لأنها صاحبة مهنية متفردة حقيقة ما بيمدحها لأن هذا يعتبر تزلف، لكن أنا عندي على الصعيد الشخصي استفدت منها وايد حقيقة أقولها على الهواء. لكن الجميل في التكريم او مهرجان المميزون في تكريم اعلاميين من دول الخليج ولا ان شاء الله لا ان شاء الله هاي هذه الفكره راح تكون موجوده ان شاء الله كذلك لما تفضلت اخوي محمد اختي حصه لازم هناك في تكريم حق رواد الانستغرام ورواد التويتر ورواد هذول قاعد يعطون صوره جميله يعني اختي حصه زارت دول العالم وعطت صوره مشرفه عن ككويتيه عن هذه الدول فحتى الخليجيين جايين الكويت خاصه انها مقبلين على كاس الخليج بصير بالكويت فلازم اعطي صوره حلوه عن الكويت هنا الكويت دره الخليج الكويت لعله الخليج بكمل الخمس دول الثانيه ونكمل بعضنا كانت وما زالت ان شاء الله انا بس تفسر عن شيء عيوني. الحين العيد جاي وفي فيلم وايد حلو حبيب الارض كونك انت شفته تقييمك لهذا الفيلم ومدى يعني نسبة نجاحه وشنو راح تتوقع أصدقائك؟ والله يكون إن شاء الله فيلم يليق في شاعر الأرض شاعر الوطن شاعر الجمال رحمة الله عليه فايق الجليل أصابنا كلنا وحبيب الأرض حطيناه رغم أنه فيه أفلام جدا قوية معاه لكن حيكون لا صدى لأنه فعلا كثر الله خيرهم كل من قام في المسلسل شيخة انتصار الأستاذ فيصل العميري الأستاذ حنان المهدي وغيرهم من النجوم اللي قدموا ولو نقطة في بحر حال ما قدمه فايق الجليل رغم انه نازل معاه فيلم قوي لمحمد سعد ونيكول سامبا اللي هو حياتي مبهدله لكن ان شاء الله حبيب الارض سيثبت انه حبيب الناس ان شاء الله ان شاء الله يعني في افلام بالعيد حلوه صخر اي هذا راح ننزلهم قبل الدول اللي منتجه لهم 11 فيلم راح ينزلون قبل الدول المنتجه لهم في سنه سكد ان شاء الله جواك الله شيخ دائما سباقين ترى حتى بالافلام هذا هو الكويتي أكيد هذا هو الكويتي قواك الله شيخ الله يحفظك فنشكرك على تواجدك أبي أسمع قصيدة أكيد كاتب قصيدة شيء عن الكويت شيء أنا أحب أقول أو شيء بيت أقول إخوان أقول إخوان سنة وشيعة وهذا الوطن منبيعة أنا قلتها والحمد لله صارت تبديدة في هذه لي ما شاء الله فالحمد لله فأحب أقول أن الكويت أربع حروف بقلوبنا تطوف حبنا لها ما له وصوف الكاف كاملة صورتك يلي نحبك يا كويت والواو وردة معطرة فواح أطرك يا كويت والياء يلي في القلوب محفور اسمك يا كويت والتاء تحفة مزينة يزين رسمك يا كويت هذه أحرف بلادي هذه أحرف الكويت هذه أحرف بلادي مزروعة في كل بيت هذه أحرف حبيبتي الكويت الله عليك صح الله لسانك صح لسانك الله يسلمك أشكرك وامتعتنا بهذه الكلمات البسيطة اللي تمس كل قلب وتوصل دائما انا اقول الكلمه ساعات ببساطتها تصل الى كل جيل
أكيد. ولكن الإبداعات والتحرف ساعات بالزيادة بالكلام هي اللي ساعات تضيع. أنا ما أحب لما أقول في بطن الشاعر، المعنى في بطن الشاعر، ما أحب بطن الشاعر. صح، بطن الشاعر أكله، لكن هو يكتب حق سهل المتنى، حق قلبه ومشاعر، حق قلبه وحق الناس عشان يقرون، كل واحد يحس إنه شنه شيء طالع من 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 قلبه. فهذا هذه زبدة الحكي. شلون شلونك مع مناطق الكويت؟ ممتاز. في معلوماتك ممتاز. صدق؟ نتكلم نسأل نجرب. نسأله؟ أي يلا. منطقة مشرف. ليش سموها مشرف؟ لأن تشرف كل إنسان عايش فيها. الأمانة والله ما أدري. والله عندنا إحنا فقرة المسابقات. لأن أنا ساكن في قصر دسمان، فأهم نفس السؤال، ليش سموه دسمان؟ الناس وايد يسألون ليش سموه، قالوا ليش؟ لأن ما شاء الله الأكل فيه وايد كان لما يجون الملوك هاي دسم. والحقيقة مو كذي، إن رحمة الله عليه الشيخ مبارك الكبير أسد الجزيرة لما وقع الاتفاقية مع بريطانيا واستقلت الكويت ويعني وصار وخرت البريطانية، فيو الجنرال البريطاني والأمريكي وهذا، فشافوا ناس وايد فسألهم وين الشيخ اللي سوى كل هذا، فقالوا this man this man. فالناس مشوا عليه this man this man this man، فمشت هاي، فهاي سمعتها وناس قالوا غيره، فأحب أسمع هاي مشرف. ليش مشوف؟ والله انا ما ادري ليش. انا اقول لك ليش، راح نشوف مع مشاهدينا مرتفعه هي اعتقد مشرفه على الشيء، وراح نعرف الاجابه مع زملائنا، خلينا نشوفها ونطلع مره ثانيه.